من عجيب أني سمعت معمما، ومعنى معمم أنه ينتسب للعلم، في تلفزيون يقول هذا يعني رفع الثوب عن يعني إلى الكعب، هذا عند البدو، هذا عند البدو، أما عندنا أصحاب المدن والذين تمدنا وكذا فهذا ما يرد. طبعا الآن عندنا ناس يفصلون الدين بالمقاس، بحسب الظروف، بحسب رئيس الدولة، بحسب كذا بحسب كذا، وهذه من الخيانة للأمة. الواجب علينا أن نبين للناس دينهم، فلا خير للناس إلا في الدين في كل مكان، والله الخير للرجال في كل مكان ألا يسبلوا، ومهما لبسوا من لباس يحرم عليهم الإسبال. وقولنا الإسبال يعني أن لا يجعلوه تحت الكعب، فإن جعلوه على الكعب جاز. والنساء المشروع لهن أن يرخين اللباس، والعجيب أن المسلمين اليوم الرجال يطيلون والنساء يقصرن في اللباس ويعتبرون تمدن. مما أبكاني وأضحكني أني سمعت شخصا يتكلم في قناة من قنوات المسلمين يعني على كل حال، ويقول بازدراء: رأيت محجبة تسير على الشاطئ، رأيت محجبة تسير على الشاطئ، يعني كيف لابس الحجابه على الشاطئ، ما عنده مشكلة في اللابسة غير اللابسة، لكن هذه المرأة التي مرت على الشاطئ وهي متحجبة يستقبح هذا منها. هذا من انتكاس الفطر ومن تقصير العلماء في البلدان. والواجب علينا جميعا أن نتمسك بدين الله عز وجل، وأن نصبر مهما يكن من أمر، فالدنيا حقيرة قليلة وزائلة، والله لو ضحك علينا أهل البلد جميعا، كل ما نمشي يضحكون، ونحن متمسكون بدين الله، لأن الله أوجب علينا هذا أو حرم علينا ذلك الفعل، فوالله لا يضرنا، يزيد في حسناتنا، ولربما رآنا غيرنا فاتخذنا قدوة فنؤجر بأجره. ومهما كان فما الدنيا إلا قليلة، وما الدنيا إلا حقيرة، وستزول والله، لكن الشأن كله في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.